في إطار التزامه تشجيع المشاريع البيئية في لبنان وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان UNDP وأيضا بالتعاون مع ماستر كارد، أطلق البنك اللبناني الفرنسي بطاقة مصرفية فريدة في السوق اللبنانية، هي بطاقة إيرث كارد المصنوعة من مادة صديقة للبيئة، والتي تتيح لحاملها الإسهام في الحفاظ على البيئة، بما أن جزءا من الأرباح الناتجة عنها سيخصص لتمويل المشاريع البيئية في لبنان تحت إشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وجاء إطلاق هذه البطاقة في إطار مشاركة البنك اللبناني الفرنسي في منتدى بيروت الثاني للطاقة.